السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. رجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. طيب، حلقتي اليوم راح تكون عن حراس الاتحاد. أوكي، هتكلم أول حاجة عن أسامة المرمش. أول شيء إحنا عرفنا إنه أسامة المرمش وقع مع الاتحاد 4 مواسم. اللاعب صغير جدا، يعني في العمر يعتبر، بس عنده مهارات عالية وتصديات مرة حلوة. أنا شفت لي كذا مقطع صراحة عجبني جدا، وأتمنى إنه يستمر مع الاتحاد يقدم مستويات حلوة. طبعا الحارس من المنتخب السعودي للشباب. بس في حاجة واحدة حابة أذكر جمهور الاتحاد، انتوا عارفين انه دايما احنا نقول عن اللاعب او عن الحارس الجديد اذا ما قدم مستوى طيب، دايما نقول ما كان يتوقع نادي بكمية الجماهير الموجودة فيه. الاتحاد أكبر من اللاعب أو الحارس. أتمنى الكلام ده ما أسمعه من أي أحد، بما إنك مقتنع في الحارس ودعمته أول ما دخل الفريق، فأتمنى تفضل على نفس دعمك وحبك إنه اللاعب أو الحارس يستمر معك. لكن نجلس نتغنى ونتكلم ونمدح ونتمنى وفي الأخير نقول الاتحاد أكبر من اللاعب أو الحارس، أو جاته نفسية علشان ما كان يتوقع الجماهيرية الكبيرة الموجودة في النادي، ويبدأ الخبط واللزق والسب في اللاعب وفي الأخير يجلس دكة. هذا اللي أنا حبيت أقوله عن اللاعب، وأتمنى له كل التوفيق يا رب. هتكلم دحين عن الحارس قروهي. أنا أتكلم معاكم بصراحة، أنا قروهي ما كنت مقتنعة فيه، وكان مصاب وبيتعالج وجلس في الدكة. فلما كانوا يجيبوا سيرة قروهي كنت أقول جالس في الدكة مريح، ما هيقدم ما هيعمل، مع أنه إحنا كلنا عارفين أنه قروهي جاي من بلد محترف، اللهم اللي وقفوا الإصابة. لما شارك قروهي فاجأني، أم سبرايز بصراحة، فاجأني بمستواه ولياقته وأخلاقه وحبه للفريق. فأنا مع قروهي، ومن حقه علي كمشجعة ومحبة للاتحاد أدعم قروهي للنهاية، لغاية ما يقول باي باي أنا همشي، لأن قروهي يستاهل الدعم والاحترام. ومبسوطة كمان لما شفت الفيديو وهو في النمسا وفي التمارين، وهذا الشيء مرة كويس ومرة طيب، ويخلينا نكون مرتاحين نفسيا بوجود حارس مثل قروهي. وأتمنى له التوفيق يا رب مع الفريق. آخر موضوع عندي هو الحارس فواز القرني، يا هيفضل مع الفريق أو هنقول عنه حارس الاتحاد سابقا. بس في نقاط لازم أوضحها، يعني اللي أنت جالس تسمعني وتتابعني ووصل للي ما تابعني ولا سمعني. أنت فهمت؟ فهم اللي ما يفهم. أوكي، واحد يجي يقول لي، وقلتها 100 مرة، تقول لي فواز إيش قدم مع الاتحاد، أنا ما هتناقش معك. أوكي، وهنجلس نكذب أنا وإنت على بعض للصباح، ما عندنا مشاكل فاضيين. لكن لما تيجي بالعقل تقول لي قدم مع الاتحاد، له أخطاؤه، أخذ بطولات مع الفريق، خلاص جلس دكة، ما له مكان بوجود قروهي،
أقول لك أنت على عيني وعلى راسي، كلامك منطقي. طيب نيجي نتكلم عن الأسباب، أنا وإنت أو أنا وإنت. جروهي جاك محترف، فواز أثبت وجوده وأخذ أساسي في الفريق، يعني كل واحد ليه ميزة. أوكي، فواز جلس دكة موسم كامل ما تكلم، وكان بيدعم وكان بيوقف ولا تكلم، وجروهي أساسي. لما نيجي نربط طلب فواز بكلام حامد، صدقوني كان الموضوع انتهى من زمان عن فواز، وما خلينا يوصل للكلام وللشوشرة، لدرجة انه في ناس صارت تسب وتشتم وتقذف وتقول كلام مرة مو حلو عن اللاعب. ليه؟ ليش الكره الفظيع ده الفواز؟ يعني واحد يجي يقول لي اللاعب يا بندري أكبر من الكيان؟ لا طبعا، الكيان أكبر. أكبر بإيه؟ باحترامه للاعب، يقول له الله يوفقه فريق تاني. لكن أنت كبير يا كيان في سب وشتم وقذف وقلة أدب على اللاعب؟ لا، كده اللاعب شايف نفسه على الكيان إنه احترم نفسه وما رد على أحد. على بالكم اللاعبين ما عندهم مواقع سوشيال ميديا؟ لا، بيشوفوا وبيقول لك أنا كده كده خارج من الفريق، أعدم الجمهور العافية. لا، التزم بالصمت. يجي واحد يقول لي أنت بس تدافع عن فواز القرني. لا يا عزيزي، ريح دماغك، أنت لو فكرت تودي دماغك ونفسك في داهية. أنا من يوم عرفت نفسي بندري شاهين وفتحت لي مواقع في السوشيال ميديا، وأنا أدافع عن كل لاعب، كل لاعب، إدارة، أعضاء، دكة، لاعبين، بدافع عن كل لاعب. سواء تكلمت عن شكله، تكلمت عن لياقته، تكلمت عن أسلوبه، لعبه، طلب، أتكلم عن كل شيء، عن كل شيء. أنا كمشجع أعطي لنفسي الأحقية إن أقول اللاعب ليش يطلب إنه يلعب أساسي لا يجلس في الدكة. أعطي نفسي الأحقية كمشجع وكيان إنه أنا أسب وأنعل وأقذف وأعدم اللاعب العافية، بس اللاعب ما يفتح فمه. مين أنت؟ مين أعطاك الحق ده؟ اللاعب قال أنا أبغى ألعب أساسي ومالي مكان في وجود جروهي، اعترف. الإدارة قالت ما هتلعب أساسي، صلى الله وبارك أمشي. إيش بتخسر لما تقول والله فواز يعطي العافية ما قصر وماله مكان، إحنا نبغى جروهي الله يوفقه. ولا تيجي تقول ليش من حقه يطلب، ليش ما يجلس دكة، ما هو كان دكة أيام مدري مين، إحنا نبغى جروهي. ويلا هاتك يا كلام وقلة الحياة والسب اللي ما لها داعي. ولما تيجي تدافع أو تكون من المنقسمين اللي بيدافعوا عن الفريق، غير المنقسمين اللي بينتقدوا انتقاد حتى مو بناء، يقول لك بكل سهولة ليش تدافع، هذا مو منطق. حامد البلوي قال بنفسه، والفيديو موجود عندك في اليوتيوب، إذا أنت ما أنت حابب تشوف الفيديو ومقتنع بالكذب والخرافات اللي في دماغك لا تجادلني. حامد قال اللاعب طلب مني يلعب أساسي أكتر من مليون مرة، وعلشان فواز ضغط علي اديته إجازة وقلت له بعدين نتكلم في الموضوع، وصعب ان احنا نغير واحنا على نهاية الدوري. وجاله فواز لغاية البيت وكلمه في نفس الموضوع، وقال له حامد أبشر من عيني هادي قبل هادي، أروح وأكلم لك الإدارة. هل هو متمرد؟ هل هو ما يبغى يلعب؟ حارس مدرب الحراس سوري كلم حامد قال له فواز جاهز. إيش طلب اللاعب علشان يلاقي كل هذا الكرة؟ قال أنا أبغى ألعب أساسي. قلنا نلاقي حل،
يكون في تدوير بين الحراس، أعطي فواز بطولة، آسيا، جروه ياخد الدوري، هذه بين الإدارة والمدرب. المدرب أول مرة قال أوعد فواز بالمشاركة، بعد كده غير فكرته، ما يبغى فواز، قال خلاص أنا أمشي مالي مكان. أنتوا ليه زعلانين؟ ليش الحرب والكمية الهائلة؟ اللي يقول لك هو خسران، هو باع الفريق، تعال عندي هنا. اللي تقول باع الفريق، فواز لما جاله عرض من النصر هو وفهد المولد وبلغوا الإدارة ورفعوا قضية على النصر، ليش ما باع الفريق؟ ليش ما قال والله جاني عرض حلو كده كده جروهي أساسي أنا أخرج؟ لا، هو حابب يكمل مع الفريق ويتقاعد مع الفريق الاتحاد. ليه ما باع الفريق وراح النصر؟ ليه تقول عنه متمرد وهو قاعد يحب انه يطلب أساسي؟ لا، يثبت نفسه. انت كنت معاه، شفته ما بيتمرن، شفته ما بيطالب يلعب أساسي. سألت مدرب الحراس قلت فواز منتظم ولا لا؟ لا، تخمينك. ويكبر التخمين ويكبر التخمين ويبدأ التفكير ويبدأ الكذب لغاية ما كبر موضوع فواز. مو أنا اللي كبرته، أنتو. لو نهيتوا الجدل بحكاية الله يوفقه كان خلاص، لكن حكاية تيجي تقول لي مو من حقه، لا لا لا، من حق اللاعب يطالب. زي ما أنتوا تقولوا من حق اللاعبين يطالبوا بمستحقاتهم، من حقه يطالب، هذا مستقبله. فواز صغير ترى، مو 39 ولا 37 ولا 38، فواز صغير، يعني يقدر يديك 5 سنوات. الحارس بالذات يقدر يديك 40 سنة في اللعب. لكن سؤال، طلع لي من نادي الشباب أو الأهلي أو الهلال أو النصر حارس محلي زي فواز. احنا عندنا المرمش أوكي، بس نحتاج واحد يغطي بمكانة جروهي حتى لو بنسبة قليلة. سمح الله صار شيء، ظروف، سافر جروهي، حصلت مشاكل، اللاعب مو حابب يكمل، الحارس، أيا كانت الظروف صارت عندك فواز. طيب فواز صار معاه شيء، عندك المرمش، شايف نفسه، شايف نفسه في ايه وهو مكلم الإدارة 100 مرة، اتنحب صوته وهو يكلم حامد البلوي، وحامد البلوي قال انا اللي ضغطت على فواز انه يصبر. يقول لي هو نكب الفريق، نكب الفريق في ايه؟ هو اللي ما خلى الاتحاد السنة هذه ياخد الدوري؟ لا، نكبه زمان. طيب زمان احنا كنا بنقول انه سبب خساراتنا الدفاع، كنا بنقول وبنعيد وبنزيد، خط الدفاع لا يزال يعاني في العمق وعدم التمركز، والكرات العرضية تسبب ارتباك للمدافع والحارس. على طول طلعت فواز هو اللي نكب الفريق؟ ما الفريق كله دروب من انتقالات اللاعبين، وفي لاعبين خرجوا، وفي لاعبين اشتكوا للفيفا، وفي ادارات تغيرت، وفي اشياء كتير حصلت، وتوقيف فهد المولد، حاجات كتير. ليش ما نفكر في دي الاشياء؟ ليه دائما نمسك لاعب واحد ونخليه شماعه نعلق عليها اخطاء الفريق كله عشان نرضي نفسنا؟ هذا هو اللي أنا بتكلم عنه. حكاية أنك تقول لي هي الدافع، بطلها، بطل شغل الأطفال. إذا بدافع فأنا دافعت عن كمارة وعن حمدان الشمراني وعن زياد وعن سيرة وعن الصنيع وعن أيام الكعكي وأنمار لغاية ما جاء حجازي، هجدت وسكتت عن الإدارة، دافعت عن أنمار كتير لدرجة انهم صاروا يتمسخروا علي. لما جاب هو الكعكي حجازي انتوا هجدتوا وصرتوا تشكروا في انمار. دافعت عن عبد المحسن فلات، دافعت عن كثير.
انت عشان مشخصنها مع فواز تقول لي تدافع عن فواز؟ يا ليت نرتقي شوية ويكون عندنا وعي فكري وندافع عن الفريق ونعطي كل واحد حقه وما ننكر مجهودات أحد، وإذا اللاعب طلب شيء فمن حقه، ما هيقضي حياته كلها دكة يشوف مستقبله في فريق تاني ما يبغى يكمل، لا في فريق تاني ولا في الاتحاد، يبغى يمشي. انت ليه زعلان؟ نقول للاعب اللي يخرج من الاتحاد الله يوفقك، خلاص طلعته ونزلته وخرجتوا وقعدتوا، وحلاوتكم لو استمر فواز مع الاتحاد. وفي حاجة تانية مرة مرة مهمة، لما أحد يقول لك فواز شايف نفسه وما قبل العرض، طيب لو جينا نفكر أنا وإنت أو أنا وإنتي عشان ما نتهم أحد، ممكن نقول إنه الإدارة طلبت إنه تجدد لفواز وتزود في القيمة، بس حاليا ما هتلعب أساسي. فواز قال أنا جددوا لي العقد بنفس القيمة لا تغيروها، بس أبغى ألعب أساسي، وما اتفقوا وفواز بيخرج. ليه ما نفكر بالطريقة هذه السهلة بدل ما نتهم ونسب ونغلط؟ يا ليت نفكر قبل ما نطلع الكلام. أنت محب للفريق؟ أي أحد يتكلم عن أي لاعب وبالذات حديث الموسم فواز، هامور إعلامي صحفي حاسس من كلامه شوشرة وتضليل وحقد شخصنا، أبسط حاجة تقوله قفل الموضوع وخلاص ستوب، والله يوفقه. شكرا لكم. خوفهم لا لا وألف لا، شنو هذا؟ ما هذا الحرس؟ هذا ليس حرس، هذا بعبع، هذا غول، هذا فداك، هذا حارس مغوار. أعرف أن المرمى ما هو إلا امتداد لذراعيه وقدميه، إنه يغطي كل شيء.